السلام عليكم جميعا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه أجمعين، اللهم آمين. فريق الأكتوبوس يوم أمس طرح التحديث رقم 2.7.9 تاريخ 29/3/2019. التحديث تضمن حلول عملاقة لإصلاح الشبكة والآيمي عن طريق لإصلاح الشبكة عبارة عن طريق كتابة الآيمي أو كتابة السيرت، أيضا قراءة السيرت للهواتف اللي CPID هاردوير. CPID هاردوير الهواتف اللي السيرت تبعها فقط تعمل على الهاتف نفسه، يعني إذا تأخذ سيرت من هاتف من نفس الموديل تكتب على هاتف آخر من نفس الموديل لن يعمل معك، سيعطيك مكالمة طوارئ. فالفريق دعم الحلول لمجموعة الأجهزة كما تبين لكم، الأي 3 الأي 5 الأي 6 الأي 7 الجي 2 كور، صراحة التحديث عملاق إن شاء الله، الجي 5 برايم الجي 4 الجي 7 برايم الاس 7 الاس 8 إلى آخره، نوت 7 نوت 8. لكن التحديث كان هناك ملاحظات حوله، ولهالسبب عملت هذا الفيديو حتى نوهلكم عن التحديث ومتطلباته. التحديث طلب انه حتى عملية الباتش سيرت اللي تحتاجها ورا ما تكتب السيرت او تصلح الايمي راح تشتغل عندك او راح تتفعل فقط اذا كان عندك كريدت فوق 100 100 وفوق. الكريدت طبعا انت تعرف كثيرين يعلمون انه تستعمل اللي فك الاف ار بي لازاله قفل الشبكه الانلوك لقراءه رموز فك الشبكه عبر السيرفر الى اخره. فعمليه تصليح الايمي حتى تنجح لان وراها لازم عندنا باتش سيرت للايمي تكتبه او السيرت اللي راح تكتبها، يكون هنالك ريبير نتورك. الريبير نتورك هو مرادف باتش سيرت، فحتى الباتش سيرت تنجح يجب ان يكون لديك في حساب في سبورت في سيرفر الاكتوبوس 100 كريدت فما فوق. فتحت الواجهه اني واختاريت الموديل جي 400 اف المدعوم على هذا التحديث. كما ترون قراءه السيرت كتابه السيرت وريبير نتورك. احيانا بعد عمل كتابه الايمي او كتابه السيرت ما تصير عندك شبكه، فلازم تعمل ريبير نتورك اللي هي باتش سيرت. لما نروح للهيلب راح تشوفون الاتي. ما هو الاتي؟ انه بعد ما نكتب الايمي يجب ان تعمل ريبير نتورك، يعني هناك خطوه اخرى، وهذا الحال نفسه راح تحتاجه للسيرت كتابه السيرت. المهم حتى تشتغل عندك الخاصيه البوكس راح يتصل بالسيرفر بعد ما يتاكد انه عندك كريدت 100 فما فوق راح تشتغل الخاصيه عندك. طبعا الخاصيه ما راح تصرف كريدت، لكن الفريق عمل هالخطوه كضمانات. اتوقع انا حسب توقعاتكم حسب توقعاتي عفوا خادم فاني انه الفريق بدل ما كان يطلب تفعيل وراح تصير ضجه عمل هاي الخطوه. وطبعا الخطوه هاي ما راح تطلب من عندك، يعني من تعمل الريبير نتورك او الباتش سيرت عفوا الباتش سيرت بعد عمليه كتابه الايمي وكتابه السيرت الخطوه ما راح تصرف كريدت، يعني الكريدت مالتك راح يبقى 100 على حاله، 100 او اكثر على حاله، ايش قد ما عندك كريدت 100 فما فوق على حاله. لكن الفريق حب يشغل الكريدت طبعا، وبدل ما يطلب تفعيل وتصير هوسه على البوكس انه ليش طلب تفعيل وما ادري شنو، طلب منك هذا الكريدت. طبعا الكريدت راح تستخدمه لاحقا تصليح شبكه في فك قفل الشبكه في فك الاف ار بي الى اخره. لكن الملاحظة الأخرى أنه الكريدت يجب أن يكون 100 فما فوق، يعني مو عندك كريدت واحد أو 10 أو 20 إلى 90 إلى، يعني إذا عندك 99 كريدت الخاصية ما راح تشتغل عندك. ومثل ما أخبرتكم هاي إحنا بالعراق نقول حساب إنجليزي أو تفكير إنجليزي يخليك تشتري الكريدت، صح ما راح تصرفه، لكن بدل ما يطلب تفعيل وتصير قلق وتصير هوسة عليه فهمينا راح يحصل فلوس الفريق عن طريق أنك راح تشتري الكريدت، وأيضا راح يحصل مردود مادي من وراء تفعيل هاي الخاصيه بدل ما يطلب تفعيل ويدخل في هالامور هاي. والكريدت انت ما راح تخسر، راح تستخدمه
راح تحتاجه تحتاجه، لفك شفرة هاتف، لفك اف ار بي الى اخره. اسف على الاطاله، حبيت اوضح لكم الموضوع هذا. من فضل ربي استودعكم الله لا تضيع ودائعكم الله لا تضيع.